السلام عليكم، حي يلا المتابعين، نبتدي وإياكم حلقتنا مال اليوم بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما نبلش الفيديو وياكم يا محفوظين سلامة، لا تنسون تخلون لايك للفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو 40,000 لايك، ولا تنسون تشتركون بالقناة، ولا تنسون الدعاء للوالد وقراءة سورة الفاتحة. خليكم ويا الفيديو. مساكم الله بالخير. المرض داخل بقوة على المزرعة، بقوة عجيبة يعني عجيبة. وين هاي من الساعة؟ هنا واحدة. اي هذا المخلفات مالات. راح اروح حاسه هذا شنو. اوه تبع عدل من معكم انا. امنا مو هاي، هاي قاعد صيح هنا. هاي ها والله كلهم فراريج السنة. اوهو 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 اوهو. البقية شنو الوضع؟ هاي والله هاي جريمة شباب. هاي بت هاي هذني عرب نقي الرس القديم، خاف اشيلهن اذبهم فوق السطح انه يسوون بينا كارثة، لذلك انا عايفين هنا. هسه عندكم هاي بالتكريمة صاحية، هاي صاحية، هاي صاحية، هاي صاحية، هاي صاحية. ايه الله بالخير عليكم. هاي والله منتهية، هاي ميتة هنا. يوبوي ماتت من البارحة هاي. شوفوا شوفوا اللحم، شوفوا شو والله. بس البارحة يمكن يجي الصوت يكمي. شوفوا الفخذ، شوفوا الفخذ يبوي فوق البيض. نيته أمس أربعة وهسه هسه ثلاث. هاي شوف ثانك. وهاي هسه بالطريق، وذيش الحمرة همين وياها. راح اروح عن هسه اجيبن ضبه مال قصب ومن الشط، اكنس المكان بالبدايه، بعدين احرقه كله، بعدين اذبح شكو طير مريض. عفوا هذا اللي هنا شايفين المن المن للقهر، المن عايفين للقهر فريت. فتكنا فتك كله مات. هاي من ما ادري مرض طق والله خناق خربني. هاي هنا ذبيتها من السيف. هذا وين الزينات؟ هاي الزينة زي. شوف كل شيء ما بيها، شوف شوف كل شيء ما بيها الطير. هاي امس هنا ذبيت اربعة. لك شو الخساير؟ امس اربعة هنا هسه ذبعت. اي والله وين هن؟ هنا امس ذبيت. اي والله العظيم هاي بعد قدامك. وبعد هسه اكو ثلاثة اربعة هم يردن يموتن. زين ليش؟ فيروس من قلبة الدنيا شرجي، صار الهواء شرجي اجى. وشيني خلينا نروح نجيب قصب ونعقم المكان، بس خلينا نبدل وجهك. هذا القصب يا محفوظين السلامة، هذا قصب يابس، راح نسوي لنا ضبة شوية متينة على مود ناخذها. خلينا نبلش منه آرام. انا انسى ضبة من هالحلقة. اي هذا كافي. اخضر يا اخي. اه والله اخضر. بلطن ياها بكثها بس نكسرها. او اخضر هذا نجرب. والله نجرب اخضر، شوف هذا تشتعل او لا. ما يشتعل. المفروض هسه تقب قبه واحده هاي، لان هاي شلون الورقه هسه صايره ما يشتعل. حبايب القلب هذا وكأنما يابس هسه قاعد يشوفونه، لكن هو اخضر يعني، بس الورق ماله يابس فهذا ما يحترق. ولذلك خلينا نشوف مكان نحصل، اذا ما حصلنا يابس نضطر انه نجيب سعف مال النخل. حولنا على السعف لان هنا هاي لقينا بها سحفات، فراح ناخذ سعف، يعني السعف يصير بعد أرض.
بس جبرته بعين يصور. راجعوه في القناة ها، بس قلت للمتابعين جاي يسألون عليك والله، ويقولون ويقولون ما نقدر بلاي فرات. ان شاء الله ما نعوفه ان شاء الله. اكيد ما تعوفه، ما طول المتابعين موجودين وانا موجود ان شاء الله ما تعوف شيء. بس شباب اريد همتكم بعد، وتعالوا خلينا نشوف فرات ايش راح يسوي بالساعه. شنو صاير؟ بس نايم الحلق هيش. شوف هسه كل شيء ما بيها الطياره، شوفها اي كل شيء بس الحلق، بس الحلق. شنو جاي يصير؟ هاي طبعا ما بيها شيء، بس هسه تعبت تعبت منا بعد شوي تنتهي هاي الطياره. هذا شنو الشرد؟ معركه شباب شباب، معركه معركه. شرد شرد، ظل الباب مفتوح وشرد. بعد اخوك احنا بيها حال نركض وراك. يعني احنا ايش راح نسوي؟ اول نجيب السكينه خوش نذبح المريض، لان بعد بالضبط على مود ما نخسره نستفاد من عده. فخلنا نجيب السكينه وارجع لك شباب. هو فرات يعني بحيث انتهى، يعني انتهى بحيث راضي يعوف القناه، يعني انتهت قال يعوفها بعد ما اقدر وما الي واحس بالقناه. بس اصراركم انتم ومراسلاتكم اللي جاي تراسلوني، اكو متابعين يعني جاي يراسلون وجاي يصرون شو وقت فرات يرجع، شو وقت فرات يرجع، وريد فرات يستمر وحاشي وما اعرف شنو. شباب دعمكم الفرات محتاج، يعني فعلا هسه محتاج اني وانتم محتاجين دعم الفرات. هسه يعني فرات بحاله محتاج دعم، وانتم بعد لا تقصرون، وانتم تعرفون الحال وتعرفون اذا شخص خسر عزيز عليه. ها بس هذا فرات هاللي يجي، ها اقول لهم هذا فرات هاللي يجي. بس ايش راح تسوي؟ هذا اني اجنك خطيه. ها بسم الله الرحمن الرحيم، لحد عليها قبل ما يصير الصبر. اي احسن، هي بعد وضعيتها منتهية مخلصة. اي هي مخلصة، هي ما بيها شيء، بس هو بعد هذا المرض يعني يهلك يهلك. هسه شوف شوف المخرج، انا يعني يمكن صورت لهم اكثر من مرة، يصير مثل الطباشير مرة لا الخروج. ها وبيج حي ترقضين يعني عادي؟ لا لا بيها حي. اشقد كانت توا ايه ما بيها حد تحوس منها لهنا. هسه شوف شلون قامت تحوس، تحفر منها وتروح منها. ايه هاي هاي الروح، الحمد لله على كل حال. لا يعرف اكل، لا يعرف وعدوى تصير عدوى. ايه هسه يجوز المتابعين يسالون شو يقولون، يقولون كان مين اجى فرات؟ انا قلت لكم مين اجى. هسه يجوز اكو واحد هنا قريب، لان انا هنا الوادي تربي يمي، يجوز اكو واحد قريب عنده هذا المرض، من صارت الشرجيه كفخ الهواء وجابه، عرفت شلون؟ صح. او مثلا انا اقول لك عصفور كان هناك وياهن وانتقل هنا، شال المرض اجى ياكل هنا. هذا هذا يعني اسبابه. صح. او نفسه هو الطير، يعني هو الطير نفسه يعني شلون اقول لك، مثلا بس يتغير عليه الجو يضرب تنفسي يضرب عنده هذا المرض، ينقل العدوى لنفس الطيور. ودي انه احبسهن كل الدجاج واحط له هنا رافعات المناعه وعلاجه مال التنفسيه، على مود اللي ما مصاب همي للوقايه. بس شلون اعزلهن؟ هاي الخشبات ما يكفن يعني، بعدين اذا حبستهن ادري راح تتازم امورهم بالزايد، واذا خليت العلاج البشوش راح يبربشن بي. لو اعزل البشوش لو زين اصعد البشوش فوق السطح ما ادري.
يا محفوظين السلامة قبرتها تقبر كل شفتون شلون حك بالقاع حكي هذا واحد وان شاء الله باكر راح عندي علبة هيكي مال تعقيم مال فيروسات راح اخلطها ان شاء الله بطش كبير وابدي همين اعقم بها المزرعة بالكامل. اكو خلل بسيط واللي هو انه المفروض الدجاج المصاب وحالته تعبانة يطلع لكن ماكو مكان يعني انا حتى السطح مستغله وماخذه فخاف اصعد فوق والنوبة تصير بالكارثة كارثي. هذا العلاج يا محفوظين السلامة رافع مناعة ودكسن 200 مال التنفسية. هذا الماي مال نشوفه هاي اتباب شوفوا شلون نظيف وهاي هنا همين نظيفة لكن هو بعد سبحان الله شوف منين جانا الفيروس لكنك الحمد والشكر الحمد لله والشكر على اي تحال. الاشياء صعدتهم فوق السطح ثلاثة ايام اربعة بين ما تصفى المزرعة من المرض بين ما يموت يموت بين ما يبقى الصاحي الصاحي والنوبة يرجعون لهنا يعني بس على مود العلاج دا يشربونه ويذبونه. كم الله بالخير هسا جيت للمحمية وديت تحسين جابالي دخن بس اظنه والله مو نفس الدخن اللي جبته انا قلت له عراقي وحطيت له صم بايده قلت له نفسه جيب لا مو نفسه لا هذا وين وهذا وين اها شوفوا هاي مالتي ناعمه حيل ناعمه هذا لا خشن بس هو عراقي يعني عادي طبيعي. الفاخته اللي انقطمت رجلها بالليل عايشه وتنزل وتاكل وتمشي وطب ولكم شنو هالبلا هذا شنو هاي دخيلك يا رب العالمين شلون عايشه ما جاي افهم. عموما الحمد لله وش اقول شنو اقول شنو وصلتي هذا مال ابو علاء ووحده هاي هي شو انا مزرتها على مود لا تقطع بيض واحده ما ملقحه وذبيتها والثانيه ما ادري بعد ما فحصها جوا هذا الزوج مال بنغالي هنا انا لما عشهم وبحتهم اجيت انا هيك افتقد الزوج والنوب لقيتهم هنا أنا. سبحان الله هذا عشهم لامين وما ادري شنو مكملين وضعيتهم. شنو عندك فرات بالمحميه؟ عندي هذا زوج بن هذا هم بنغالي يعني هنا بيضات طارت بنغاليه منه بس ماكو شيء لو هنا كانت هنا والله زوج مال بنغاليات مبيضات وهنا عندي زوج مال فناجس خشنات شلت بيض هذول حطيته جوا البنغاليات. الرجل الحمر اللي شوفتكم اياها البارحه حطتكم عمرها هذيك هاي هسه بالجديد هاي فروجه اللي كانت تكرك هناك 24 ساعه تبيض تبيض وتكرك تبيض همين على باب تعطيكم عمرها. ذول الفروجات اللي نزلتهم من فوق هذا اللي راح نعطيكم عمره اللي صفن حاليا 1 2 3 3 4 5 6 دجاجات هذا مو خيسة هذا العلاج هو هيش يصير لونه أخضر. وبعد هاي عرب النقي مالتي طلعت الحجية هناك لأن خطيئة احتزت بيها حاطت لها أكل وماء بس مات هم يعني ضربها هم طقها هو يختش خلنا نجيب ذنيكه بعد ذنيه اثنين تعال تعال هنا انا ويا ربحكم خلونا نجيب لهم اكل وماي عد فروجه صغيرونه سودة هذيك ها همي الرائحه منتهي لكن هاي هي الحمد لله والشكر الحمد لله ارجع واسوي هنا اكثر من ما كان حيل الله وقوته اذا الله كتب لنا ان شاء الله عمر ارجع عندي هاي ورد الباقي اللي هي وفرخات خير من الله عندي فروجات فوق عزلتن وخليتن للمحميه نرجع حيل الله انه ما ياكل لان احنا تنفس ما يتنفسن بس احنا شو نسوي؟ العلينا هاي يعني اكل هذا يمهن هذا ياكل لان هذا هسه تو بدا بي جينا على مود طالعين هنا عندنا شغله بالشط ناسينها فقلت فردنا واجيب المورتن وياي ابو حدا بدون توفي وهذا الكلب هنا قاعد وقاعد يباوع عليه بحقد وبداخله يتمنى دير بالك مو تقول ما قال دير بالك ترى مورتن بحمايتي يلا اليوم بس هو ليش فرات وين توفي والله شباب
اذا اثنيناتهم يتعبون، فاذا بس واحد راح يطيعني فانا يعني تعبان مالي حيل، فقلت اجيب بس مره. نرجع من الشط طبعا بهذل نتبهذل متغير علي الوضعيه لان صار تقريبا بالثلاث اشهر انا اقل لا اجدعه وش يمكن شهرين هيجي انا ما ماخذ الشط من هدمام توفي سوت حادث الرفش لما عضاها والفاتحه هم بعدين صارت وما ادري شين انا هم روحتي اصلا هيك روحه سريعه للشط ورد فبدربي جبت لهم هذا القطل شوفوا يصير مثل الاوراق هذا الشكل شلحته منك على مود اطيل البشات والبطاط ياكلونه فوق وهنا يا محفوظين السلامه الفقاسه اخر اربع بيضات مال وزبقان وهنا هذا كله بيض مال دجاج عرب هذا القلاب بالكامل ما اعرف كم بيضه بعد ما حسبت هذا كله بيض مال كوشن ذولي ما اعرف كم بيضه فحصتهم كان ما بيهم شد عموما انا هسه جاي تصفي افحص ونبنطيكم النتائج وشني اللي صار وشني اللي شاد وشني اللي ما شاد هذا يا محفوظين السلامه كله طلعته من بيض العرب وبيض الكوشن يمكن كان 6 او 7 وهذا اللي صفه من بيض العرب نسبه كلش يعني خل اقول اللي طلعته من بيض العرب كله ما ملقح بعد بقت عندي قبل المرض وين هاي الوجبه هاي الوجبه مال البيض همين راح ادخلها هسه على مود بعد لانه بعد احنا انتهينا بعد ما ندخل لان لا عدنا ديج لا عدنا فشي طبعا صلوات على محمد الكوشن تقريبا كلش هذا ما عدا ذولي لا والله يعني لان انا يعني هسه هذا بيضهم انا اطلع لكم اياه هنا على الصفحه هذا هو البيض مال الدجاج الكوشن مالي هذا كله ما شاد وذول كلهم شادين سابقا ردت ابيع من عندهم يعني حتى الديش قلت لكم انه الديش خارم فعاد المتابعين قال لي انا اشتريهم بعدين من نزل الفيديو سمع الديش خارم بطل فحسبال ان الديش ما يفيد لكن بعد ما شب الحمد لله قام يلقح والحمد لله والشكر همي بها صالح لي هذا كل البيض اللي خربان في نسبه كلش كبيره من بيض السمان خربانه هذا البيض الجديد خليته هنا طبعا راح يقول فراتك وبيض هناك روح سحبه لا ذاك البيض صار وي حادثه المرض يعني معناتها بس لا هو الديتش يبقى 10 ايام ما ادري ايش قد يعني يبقى هي ملقح حتى لو يموت بس لا 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 خاف ذاك بي مرض انه بتنقل هاي عفو خير من الله هذا كافي هاي وجبه خير من الله والله اخوان والله كافي الحمد لله والشكر احكم الله والخير انتهى المشهد هاي واحد هاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وغير اللي ذبيناه بعد تدرون بيتم اللي ذبيناه شفتوه كله الله ابو الخير بسم الله ما شاء الله شكو هنا كان بيض وين ودت تموي شنو هاي كان بيض هنا هواي يمكن ماكلينه ما ادري لا شنو ماكلين كان مو دخلته للفقاسه صح دخلته للفقاسه بسم الله ما شاء الله بيض الوز فقس بعد ما فقسن هذا بعد بيضتين واحده شفت الجنين يتحرك بداخلها شنو عجيب بيض الوز فقس قبل بيض البش بينما انا دخلته كله سوي وهذا مبين افراخ وموجوده الافراخ بسم الله ما شاء الله الوان تختلف هالمره الوان مال بطن العراقي الصحيح النقل 100% بسم الله ما شاء الله يلا امشي بسم الله ما شاء الله راح اخليهم ويا هذول البطات ويا هذا الفرق قبل يعني بدون قبل فرات بدون تدفئه بدون تدفئه شلون بدون تدفئه ما يصير لا راح اخليهم بتدفئه ويا السمان راح اخليهم هنا ويا السمان بس يعدون هاي الليله لان هذا مات المعوق جيد هذا معوق يمشي صفح يعني ها ريلاكس هو شرجي من هاي الجهه شوف المزرعه فارغه
فارغه فارغه مساء الله يعطيها الصحه والعافيه امي الحجيه اجت هنا ونظفتها كلها على قولتها تقول لي نفس حكايه امي كون ما القى عود انظف بيه سنوني فالحمد لله والشكر انه كملتها تنظيف كلها وبقى 6 دجاجات ان شاء الله نعيد نظامنا من جديد. فضي السلامه تريد طيورك اقصد العصافير ما تتمرض تريد تحافظ عليها 100% العلاج ب1000 دينار باو علي هذا هو العلاج خلت تفاح ها هذا بالاسبوع مره واحده تجيبه هسه مثلا هسه الساعه ب 12 تجيبه تحط لهن يوم ثاني ب 12 تبدل الماء تخلي ماء عادي هذا هو علاج الفينيشات لان الخل هي بكتيريا نافعه اكو بكتيريا ضاره واكو بكتيريا نافعه الخل من البكتيريا النافعه نفس سالفه الخميره اللي نسويها بالعجين هو هاي هم بكتيريا نافعه وهذا هم بكتيريا نافعه. طيب سلامه هاي تعزيلتي للاسواق اليوم كله بالاسواق ما اجي صورت لكم شيء هسه توني يلا صورت لان بعد الحياه تختلف بعد رحيل الوالد خلوني ابدل الماي مال اللي صار وقت انه ابدل الماي. اللهم صل على محمد وآلي محمد تعالوا خلوني نجمع البيض مال الحادثة اللي صارت اللي هو الموت توقف المرض حاليا توقف المرض وصفيت على هاي الدجاجة مال لهمان الحجية الله يحفظها ويرحم الوالد ويرحم كل موتاكم تحب البيض مال الدجاج الأحمر مال هاي الدجاجة سابقا هي قالت لي يما خلنا نذبحها يما شلنا بيها يما ما تبيض بس تاكل هسه قامت تبيض هسه تقول لي يما صواحبتي بيضت اليوم لو بعتي الدجاجه هاي الحمراء فهي قاعده تبيض لان لو ما يصب صب البيض ها فهسه هذا البيض خطيه كل لها اللي فرح مع على روحك ابوي اي والله العظيم كان هم يحبه وكانت تسلق هي تسلق ايش قد 4-2 لها واثنين لابوي هسه بعد وحدتها الحمد لله وشكر رب العالمين على اي حال هذا البيض هسه انا جمعه من اهل الحادثه اللي صارت هاي بيضه كبيره شباب المن ما ادري خطيه الحجيه تقول لي بيض الخضير بيض بيضه بيضه قصتها على البطريق بس مو مال البطريق هاي لا مال دجاجه بس بسبب المرض هيك صار اوقف بسم الله الرحمن الرحيم بس ما ملقح اخوان لا شو ما ملقح ما ادري والله اخوان فلذلك هو كافي 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 التفخيص هنا تعالوا خلنا نشوفكم الفرخات مال ورد الباقله جاي كسه عجي يمهن اقول اطلعهن بس اخاف عليهن اخوان من البق حق باشر مطر اي شوفوا يا صكت صكه ها شوفوا قبطت صلوات على محمد وال محمد ها صكت فرد نوب اخوان سكت كل هيك قبل هيك الدنيا شمس وش طب سكت الله يجعل ان شاء الله مطر فدغت النخله راح ابو علي ويشان بس تطلع يجيب لها طلعه ويجيني يلا صعد لقح يلا بسكت الله ان شاء الله باشر عقبه اليوم لا ما اليوم ما لحق تم ورد الباقي لا وما رحت للجو ورحت للنخله كتا هاي كسع اقول ادنزلهم بس اخوان اخاف عليهم من البق ومن الجو ومن المرض فرات لا مرض ما اظن لا ما اظن بعد اكو هاي شخب هذا ان كانت مرضا وماتا المرض توقف منح شوفوا هم اللي حركت القاعانه شوفوا الحرق ايش قد فاد شلون كتل الفيروس سكته بالكامل يوم اللي حركت القاعانه انتهى الفيروس فرات كتم ويوم ثاني صورت ان الدجاج كله مالك ميت الدجاج اللي كان مصاب يوم اللي حرقت بالليل كان مصاب فلذلك مات الدجاج فالحمد لله والشكر الحمد لله وش خير من الله عدنا دجاجة تمسك تحكون والله العظيم خير من الله عدنا هسه ما تحس الا طب 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 انا اخوان همين بعد ما حتى مو موسمه هسه الدجاج بعد الصيف شني انا اقعد ما اقعد لا يجوز اكرك لي بعد فد دجاجه دجاجتين بس على مود لان قليل ونتونس عليهن هنا نا بسم الله الرحمن الرحيم بقى بيضتين مال وز حصتهن البارحه حق فحصتهن قلت انا حتى قلت لكم ماكو والله أسباني فقس طبعا هاي مطرورة بس بيها فرخ أنا فحصتها لكم والله غريب والله بارد البيض
شنو الموضوع؟ ليش بارد البيض؟ بارد بارد يعني. اي والله بارد بارد. هذا مكانه صحيح حساس. هاي كلش بارد بارد. حطيته هنا. هم بارد. لا 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 ما معقولة. هم بارد والله. هم بارد. شنو اللي قاعد يصير؟ ليش البيض بارد؟ بيض بارد والحساس يقرأ صحيح. خلي الحساس هنا ونرجع له بعد شوية. والله ذكرت تذكرت الحجية جت هايمه قواك الله. شلونك؟ طيبة؟ الحمد لله والشكر. اللي ذكرتني حق الكهرباء كانت مطفية توني الله شغلتها أنا. هذا القبابي طبعا أنا تركته بس من هد ما سويته وما أدري صورت لكم ما أدري لاله. هسه متحول شوفوا صاير خنافس وصاير خنافس سود. فلذلك راح نسوي حاضنة جديدة هسه على مود أنقل بيها الخنافس حتى يرجع يبيض لي من جديد. تحتاجه بالحاضن الجديد هو انخال. إذا ما عندك انخال شوفان. اي موجود الشوفان بالاسواق. اذا ماكو شوفان شو تحط؟ اذا ماكو شوفان والله ما تدري شو اقول لك يا اخوي. المهم يعني الخال خال موجود حتى لو بالطحين مالكم تنخل لك شوي يطلع الخال. فخلوني انقلهم هسه ذول الخنافس. هاي وحده هاي حامره حاليا بعد هي ما جاهزه يعني. هاي جاهز شوفوا هاي السودة بس مشلوع جناحها لان صايره هوسه هنا. قلبي قلبي ها شوفوا اكو هواي. خلونا اقعد له تربع له. اجت العاصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اتوقع قاعد تنقط بس خفيف. ماكو شو تو بس وانا مش طاحت علي نقطة. بس اجيتهم هنا انا يوميا اسوي لهم اكل. عاصفة قوية باشر ثنيا. نسيت اهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك بالفيديو اللي فات. والله عقل ماكو يا محفوظين السلام. لكن هنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك. تعالوا خلونا نجمع البيض مال الكوشين. شنو هاي الباب مفتوح طالعات؟ لا لا ذني شو موجودة. تعالوا هذا الباب. ما شاء الله على جمالهم. بسم الله ما شاء الله. هذا الديك اللي كان كل شيء ما يفيد النوع الحمد لله وشكر والله طلع بيه خير رجال. زياكو بيض لو ماكو. صلوات على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البيض خير من الله اخوان. لان هسه راح خاف يصير مطر فخاف يدخل عليهم الماي منا. بيض فرخات مال كوشن هالمره راح يصير حجز. لان ذيك المره لما فقست هواي ولد اجوا ويردون. فهالمره راح يصير حجز ان شاء الله. فللي يريد من هسه خليه يتواصل وياي على مود اذا فقسوا مباشره ياخذونهم. انا ابقي لي للتربيه لكن ما ابقي لي هواي. ليش؟ لان انا عندي حاليا اكثر من سيت. عرفت شلون؟ يعني ديك واربع دجاجات. هذا يسمونه هو السيت ديك ودجاجه. والتخم ديك ودجاجتين. الديك والاربع دجاجات شو يقولوا لهم؟ العاصفه جايه وقويه قويه. قاعد ترجع بالباب ورجع مال المحمية. بسم الله ما شاء الله. والله جو يا جماعة. الهواء بين البارد وبين الدافي. لي نقط. بس يجوز قاعد تمطر هيك بعيد فجاه تجي نقط. ما ادري. نظفوا. نظفوا تمام. طبعا الوز يذب الريش ماله. اذا كان يعني توه شب. فهسه هذا راح يذبن الريش مالهن ويطلع الريش جديد الريش الاصلي. هاي ما معناته انه هن صارن جاهزات للبيض لكن ما يبيضن بعد. هسه انتهت بعد هذول على الموسم الجاي لان ذولي فرخ. لا والله قامت تمطر حيل. عموما فاحتمال البطيات انه راح يبقون هنا. اما ذولي يا محفوظين السلامه فهاي الوجبه مال الكتاكيت كلها للبيع. يا محفوظين السلامه هاي هي الاحجام. الريش داش عليهم مثل ما جاي يشوفون. ها اها بيهم بيض بيهم. هذا العرب النقي اخوان. انا لو عندي مكان ولو يعني ما صار الحادثة اللي صارت فأبقى حتى لا يعني قد تريد تبقي فرات. ما
بس حرامات يعني اخوان، هاي كلها الالوان القديمه، العرب والنقي القديم. شوفوا شوفوا هذا، شوفكم شوفوا شوف العرب والنقي، شوف شوف من هاي التطريزه، هاي الحبوب السود شوفوها. بعد يعرفون اللي جماعه العرب الصحيح يعرفون انا شنو قاعد اسولف. اليوم محفوظين سلامه همين للبيع للي يريدهم، سعر التك على 3. هاي هي الاحجام بس جناحات، وهمين تو داش لريش من جوا، يعني اذا تاخذه لازم تعيشه على القلوب. اما هذول هسه اذا تاخذهم تقدر تعيشهم بدون قلوب، لكن مكان مغلق على مود تيارات الهواء. والى هنا يا محفوظين السلامه نكون وصلنا واياكم الى نهايه حلقتنا مال اليوم. لا تنسون والدي من الدعاء، ولا تنسون ان الله يكفينا شر بني ادم. اودعناكم.